بلشت حلقة جديدة من برنامج شو في ما في، تابعونا. صباح الخير، مساء الخير، مرحبا ومراحب. شو في ما في؟ في كتير أخبار. مرحبا من إذاعة النجوم اللبنانية بلوس أنجلوس كاليفورنيا. Good morning. How is everybody there? ما سمعت. يلا هلا بقرا تعليقاتكم لشوف على سؤالي كيفكن اليوم، كيف اوضاعكم، كيف الاوضاع البلد يلي انتو عايشين فيه. لبنان يا حرام شو صار فيك. لكن ليوم الخميس 6 حزيران 2024 بلشت حلقة شو في ما في لليوم معي أنا ستيسيا أبيديكيان أرابيان ومع مخرج البرنامج ومهندس الصوت جميل مدور. Hello there everyone. يلا في كبسة شارك، بسوا عليها وعملوا شير على طريقة لبنانية، شيروا البرنامج على أساس إيه عيد الكلمة بيغيروا ليك وشير وسيف. إيه كمان جاييكم بهالأحاديث مثل العادة، برنامج منوع بفقراته. تباعا أكيد رح تسمعوا بصوت غسان سالم شو هي الفقرة التالية أو جاي من بعدها، وإضافة طبعا فقرة شوية حكاية. موضوع اليوم قسمين حكي قوي وصريح بمحله. تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا من أي بلد كنتوا عم بتتابعونا، أكيد بتمنى لكم أوقات ممتعة برفقتنا. ورح نبدأ البرنامج مع أول أغنية تاركني لحالي الفنان أحمد دوغان. راضيني وخليني معك على طول، رح موت من دونك عم حن لعيونك لهواك وجنونك عم بشتاق لك على طول. تاركني لحالي سهرني ليالي بعدك على بالي ما عم
مجنون حبيتك احساسي كله معك شو صار يا قلبك في قلبي حبك غرقان بحبك دقاته كلها معك تاركني لحالي سهر بداياتي بعدك على بالي ما عم بنسى تاركني لحالي مباشرة على الهواء من راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية لايف. تحية للعندليب الأشقر الفنان أحمد دوغان يلي رح يكون ضيف زميلي صقر البعيني 4 المقبل بتمام ساعة 12 الظهر بتوقيت لوس أنجلوس ببرنامج لولا الماضي. تابعوا المقابلة رح تكون أكثر من حلوة أكيد. تاركني لحالي سهر بداياتي بعدك على مرحبا مرحبا يا هلا ميدا يعطيك العافية انت كمان ايدي يا جويان good morning my dear friends hello الف مرحبا اهلا وسهلا ببغص وانت كمان يعطيك العافية عم تكتب عملتو شير للبرنامج اي يعطيكم العافية ساركيس مراديان مرحبا يا هلا سيلبا كيلاربيان بتقول hello my beautiful Stacy good luck amazing program as always بشكرك سيلبا يلا نطي الرقصة مثل ما عم بتنطي good evening our lovely Stacy from Lebanon من نبات Good morning و good evening نبارت أهلا وسهلا فيك ببرنامجي سيلفا عم ترقص شو مبسوطة ساركيس مراديان بيقول تحية حب وتقدير للبرنامج ولمقدمة البرنامج الجميلة دائما شكرا ساركيس كلك لطف أهلا وسهلا فيك ببرنامج شو في ما في مثل العادة بتشترك مع رسائل حلوة سونيك يا كوبيان يا هلا أنا بقدم لك هالقلوب الحلوة ووردة حمرة مني لألك سونيك ما يدا شو هالفستان الحلو لابستي عم ترقصي خلال هاللايف
It's Indian style, right? كريستين كيليجيان دافيتيان بتقول هاي هيك مخبية على جنب هاي. سعيد كتير لأنه في مستمعين جديد ومشاهدين جديد بتابعونا عبر الإذاعة أو عبر صفحتنا راديو ستارز على الفيسبوك. من يوم ما حكيت لكن ما تنسوا تابعوا مقابلة الفنان أحمد دوغان ببرنامج لولا الماضي نهار الأربعاء الساعة 12 ظهر بتوقيت LA مع زميل الإعلامي صقر البعيني. في قلبي حبك غرقان بحبك دقات وكلها معك تاركني ده حاجي سهل. ايه ارقصي هاي سي مايدا مبسوطة. وين عم بتشاهديني على الشاشة الكبيرة؟ يلا علينا ايدينا لنرقص. معنا زميلنا عمر كمان عم بيتابعنا. تحياتنا لك عمر حيدر. اشتقنا لك. يلا طلع على الاستوديو. الله الله الله. تاركني لحالي بعدك على بالي ما عم الأولى مع الفقرة الفنية وأخبار فنية متنوعة. يلا نبدأ جديا البرنامج مع الفقرة الأولى مثل ما قال غسان سالم. أول عنوان: شذا حسون تؤجل طرح ألبومها الجديد بسبب الحرب في غزة. لنقول شو الخبر. والأخبار اللي رح نقلها لكم اليوم مثل العادة مكتوبة بمواقع إلكترونية وبنقلها مثل ما هي ومنا تحت طائلة مسؤوليتي أبدا. مثلكم بقرأ وبنقول. أعلنت الفنان العراقي شذا حسون تأجيل طرح ألبومها الغنائي الجديد يلي كان مفروض يبصر النور عبر موقع يوتيوب وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وقالت شذا أنه قرار التأجيل إجا حديدا منا وفريق عملها على شهداء قطاع غزة والأوضاع الحالية بفلسطين، وشددت أنه هالأمر رح يبقى ماشي لإشعار آخر وإنها رح تخبر جمهورها بالموعد الجديد. وسبق وكشفت شذا حسون أنه ألبومها الجديد مصغر بدم أربع أعمال غنائية وهالمرة باللهجة المصرية. وأول أغنية بتحمل عنوان بنادي عليك وهي من كلمات فاضل الراوي وألحان محمد مصطفى. وبتتنوع الأغاني اللي رح تقدمها شذا حسون بين النمط الرومانسي والإيقاعي. وأيضا معلومة أنه انتهت شذا من تصوير جميع أغاني الألبوم المصغر تحت إدارة المخرجة بتول عرفة. شكرا لإنسانيتك، شكرا لأنه ضمنتي مع شعب فلسطيني. يا ريت زملائك كمان بدل ما ينطنطوا على المسرح يعملوا مثلك. جاييكم بفقرة شوية حكي. خبر التاني بعنوان: بعد إلحاح المتابعين ما
نجوى كرم توافق على طلب جمهورها. قررت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم تلبية أحد مطالب جمهورها بعرض حفل كوكا كولا أرينا دبي، الحفل الضخم يلي أحيته وعرضته عبر قناتها على اليوتيوب كاملاً. وهالشي صار من بعد ما حمست نجوى كرم جمهورها من خلال فيديو عرضته عبر حساباتها المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، وقالت فيه: بتمنى الحفلة تنال إعجابكم، بفرح كتير بمحبتكم ودعمكم إلي، شغفكم بيخليني استمر، ولهيك قريبا رح نعلن عن تفاصيل جولتنا حول العالم. وختمت بجملة: مشتاقة أشوفكن. وقدمت نجوى كرم بالحفل 16 أغنية برفقة فرقتها الموسيقية، بدأتها بميدلي هيدا حكي، ثم غنت خليني شوفك بالليل، بالروح بالدم، ميدلي مغرومة، وأنا ما في، وأغنية ما في نوم ما في نوم ما في نوم، والأغنية المنفرد الأخيرة لو سألوا حبيبي. بعدين كملت بموال وميدلي ما بسمح لك، ثم ميدلي كيف بداويك، وميدلي بيانو بمرافقة عزف المايسترو إليل عليا. وكذلك قدمت أغاني غير معروفة يلي حفظها جمهورها. معروفة عن شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم قدي قريبة من جمهورها ومحبينا، ما عندها الشوفة الحال مثل كتار، تاخد تعطي مع متابعينا، مع يلي بيحبوها، مع الإعلاميين، عندها روح حلوة. دايما بالتوفيق نجوى كرم. عنوان التالت، يعني بودن حتى الغنية، ولكن دايما في شركات الانتاج عاملين كابيرات على الفيسبوك، تقطع الإذاعة بس مش على الفيسبوك. ليش قلتك؟ اسمعوا الخبر. راغب علامة لدي خطة موسيقية مختلفة هذا الموسم. بأكثر من أغنية سينجل تصدر السوبر ستار راغب علامة المنافسة بالموسم الصيفي الحالي، فبعد ما أطلق أغنية تقيل تقيل أصدر أغنيته الجديدة شو عامل فيه كتير حلوة، عم تقطع عبر إذاعتنا. لكن أصدر أغنيته الجديدة بعنوان شو عامل فيه، واللي حققت 2,700,000 مشاهدة خلال أسبوعين فقط عبر اليوتيوب. من منصة سبوتيفاي أطل راغب علامة ليكشف عن الخطة الموسيقية اللي حضرها لعام 2024، وقال بتصريحاته أنه عنده عدد من الأغنيات يلي قام باختيارها وتسجيلها خلال الفترة الماضية، وأكد أنه كان عم بيشتغل ليل نهار كرمال تقديم الأعمال الغنائية يلي بيحبها جمهوره، ورح يلاقوا الأغنيات الرومانسية العاطفية وأيضاً الإيقاعية يلي فيها رقص وفرح، ورح يطرحهم واحدة ورا تاني بالفترة المقبلة. كل التوفيق سوبر ستار راغب علامة، تحية من إذاعة النجوم اللبنانية بلوس أنجلوس كاليفورنيا لألك لعائلتك الحلوة. بعد خبر بتعلق بالفن ومننتقل لأغنية. شو هو الخبر؟ بالأرقام، خلينا نقول مثل ما مكتوب العنوان، بالأرقام أجور خيالية لنجوم مهرجان قرطاج. ماني ماني ماني. أعرب الشعب التونسي عن غضبه من الأجور يلي بيتقضاها نجوم الغناء بمهرجان قرطاج الدولي، وذلك بعد تسريب قائمة الأجور بالأرقام ويلي اعتبرها البعض خيالية بظل الأوضاع الاقتصادية اللي تعصف بالبلاد.
وبالتفاصيل، أثار نائب الفنانين ماهر الهمامي غضب التونسيين من بعد ما كشف عن أجور الفنانين بمهرجان قرطاج، فلفت له أنه سيدة ماجدة الرومي طلبت 325 ألف دينار تونسي، أي ما يقارب 100 ألف دولار أمريكي. أما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب طلبت مبلغ 400 ألف دينار تونسي، أي حوالي 125 ألف دولار أمريكي. وصولاً للفنان العراقي كاظم الساهر يلي طلب مبلغ مليار و200 ألف دينار تونسي، أي 380 ألف دولار أمريكي. دولار، عم نحكي دولار. Vous connaissez c'est quoi دولار؟ Eh bien oui, certainement. وبالرغم من أنه رواد الإنترنت اعتبروا أنه الأجور يلي تحدث عنها نائب الفنانين التونسيين معقولة لأبرز نجوم الغناء بالوطن العربي، في البعض اعتبر أنه هالتكاليف المرتفعة ما بتناسب مع خزينة الدولة التونسية. مئة ألف ومئة وخمسة وعشرين ألف وثلاثمئة وثمانين ألف دولار أمريكي، أنتو شو بتقولوا؟ سي نورمال أو نو؟ بتقطع أو ما بتقطع هالمبالغ؟ شو رأيكن؟ خلينا نسمع أغنية لأرجع أقرأ تعليقاتكن عن سؤالي وشوف شو هي أجوبتكن. Hey DJ Jacob, is that you or Maluma, bro? I can't tell. Armand, what's up? Oh yeah, DJ Jacob is in the room. تايخ نهار وليلي اوف يا يابه تدللي ايه انت بيلبق لك تدللي. خلينا نسمع ارمان مرديكيان كيف عم بغنيها لأغنية تدللي. Hey DJ Jacob, is that you or Maluma, bro? I can't tell. Armand, what's up, habibi? Let's go. جيتك منتي حلو تايخ نهار وليلي اوف يا يابا اوف يا يابا حبك ترى سهرني عذبني ومرمرني اوف يا يابا اوف يا يابا. You don't see the same thing I do. 5-6 with a real bad attitude. You don't see the same thing I do. 5-6 with a real bad attitude. And I know I've had much worse, but she's bad and that's for certain. Idallale, habibi qalbi idallale. Qooli hubbik bas li, la tkhallini bi nar. Habiba qalbi idallale, ya ruhi ruhi idallale. Qooli hubbik bas li, la tkhallini. جميل يلا بس هيدي ليه ما خاصة بالدبكة؟ ليه عم بيطبق؟ من بعدك تغير حالي صرتي على قلبي غالي اوف يا يابا اوف يا يابا. ويني انا وين الحب بسرعة ملكتي هالقلب اوف يا يابا اوف يا يابا. You don't see the same thing I do. 5-6 with a real bad attitude. You don't see the same thing I do. 5-6 with a real bad attitude. And I know I've had much worse, but she's bad and that's for certain. Idallale, habibi qalbi idallale. Qooli hubbik bas li, la tkhallini bi nar. Habiba qalbi idallale, ya ruhi ruhi idallale. Qooli hubbik bas li, la tkhallini. لاحظتوا بالأغنية في ميلانج ما بين موسيقى أرمانية وشرقية؟ أرمان مرديكيان عم بغني، أكيد بده يكون في هيك مزج بين موسيقتين. Couldn't care less if you was late, but it's come to a point where the pain's so dull. Oh yeah, right. Summer saw breaking the fall. You wanted my attention, oh, I yeah, paid for on. It all. Never mention your flaws, never play with your heart. Damn, now you're breaking my heart. But I'm the one I blame for pretending you're not. Idallale, habibi qalbi
دلالي قولي حبك. يلا رح أقرأ شوية تعليقات لنشوف شو عنا. كريستين نكيليجيان دافيديان I'm new and enjoy the broadcast. Excellent start. Thank you so much كريستين. أهلا وسهلا فيك لأول مرة عم بتتابعينا. كل خميس ساعة 12 ظهر بتوقيت LA تابعينا. اكتبي لنا من أي بلد أنت. ساركيس مراديان ملاحظة فقط, البرنامج في بيروت أو لوس أنجلوس. ساركيس مراديان مجرد ما نحن طالعين على السوشيال ميديا وعلى الإذاعة It's an online radio, يعني وين ما كان عم بيتابعونا. الاستوديو بلوس أنجلوس كاليفورنيا, أما البرنامج بيتابعوه من حول العالم. إذا بدك هلا بشوف السيرفر, افتح لي السيرفر عمول معروف جميل. تغير حالي صرت على قلبي غالي. أوفي يا يابا أوفي يا يابا ويني. لكن ساركيس عنا مستمعين من أوفي يا يابا أمريكا, كندا, أستراليا, برازيل, مكسيكو. نروح على بلاد عربية لحظة. عنا من تونس, عنا من العراق, سوريا, لبنان, واو من الجزائر, عنا هولندا, بلجيكا, فرنسا, السويد. تحت في اجمالا هالبلدان يلي بينت عندي عم بيتابعونا المستمعين. أما المشاهدين على الفيسبوك عم بيتابعونا طبعا من كل البلدان, كل واحد يكتب من أي بلد هيك بصير أعرف. بغوش سيليكتيون, شكرا على النجمة الحلوة. أحلى مساء بطلتك بتقول غادة عبد الله, يسعد لي ألف مساكي. مساكي الجميل غادة. صرتي على قلبي غالي. هلو ستيسي بيقول أرام من السويد, ما هيك؟ تكون انت متابعنا من السويد, شفنا على السيرفر بسرعة ملكتي هالقلب. ياس وارا مهلا وسهلا. هاي شوغيك ساركيسيان من وين؟ من أرمينيا؟ ايه من أمريكا, مرحبا. ستيسي بيوتيفل ليدي, جود لك and enjoy everyone. بتقول شوغيك enjoy while watching. Thank you so much for the great support. You always come and watch. إلين دير مانوليان, هلو هلو إلين. وأخيرا 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 رفيق باروجان قدر يتابعنا, كاتب مرحبا كوين اوف راديو الرفيق بيير. أوبريتر مستر جميل مدور, صح جميل مدور. المشاهدين تحية لكم جميعا وأفضل برنامج مع كل فقراته. أنا باروجان بادو هاسيان من مارسي. مرحبا رفيقنا, مني ومن رفيق بيير إلك سلام وتحية. تشتك زغان تحية. ويني أنا ويني الحب بسرعة ملكتي هالقلب. أوفي يا يابا. شكرا على هالزقفة الحلوة كريستين. كمان سيلفا ممكن أغنية هيثم يوسف لفلسطين, أغنية إش صار بيكم يا عرب إذا أمكن. طبعا ساركيس دايما الأغاني بتكون مسبقا محضرة لأنه منشوف أي أغنية ما عليها كوبي رايت, لأنه شركات الإنتاج دايما عم بيحطوا كوبي رايت على الأغاني. إذا منقطعون على الإذاعة ما عندنا مشكلة, إذاعة هي إذاعتنا ورخصة لإلنا وما حدا بيقدر يعمل كوبي رايت عليها. ولكن الأغاني على الفيسبوك بس تقطعوا عليها كوبي رايت دغري بيفصل البرنامج وبيوقف البث. لذلك مشكلة الأغاني من حتى مسبقا منشوف إذا هيدي الأغنية عليها كوبي رايت أو لا. خلينا نتأكد من هالأغنية لأسبوع الجاي طبعا, لأنه للأسف شكل الحرب مطولة بفلسطين وهيدي الحرب عم بتأثر على كل البلدان العربية المجاورة. إذا ما في عليها كوبي رايت أسبوع المقبل خميس أكيد منقطع الأغنية. تكرم عينك. من بعدك تغير حالي صرت على قلبي غالي. أوفي يا يابا أوفي يا يابا ويني أنا. سليم على الدين بيقول لو على اللبناني كله بيقطع.
تحية سليم، أهلا وسهلا فيك سليم علاء الدين، نورت البرنامج بوجودك. ايه على لبنان كله بيقطع. هلا نطور بآخر فقرة من برنامجي يلي اسمها شوية حكي. في كتير حكي، كونك إعلامية لبنانية حقق ابدي رأيي بكل حرية، والحكي ما له رقابة لأنه في ديمقراطية وكله بيقطع. اسمع شو رح أقطع. بس لي لا تخليني بنار. كتير حلوة الغنية، بتقول غادة عبد الله. ايه كل الاغاني اللي بيأديها ارمان كلهم حلوين. بدك تسمع اغنية ليلى شو حلوة. ايه كتير حلو سليم كتير. لبنان غالي كتير يا سليم، كتير مش شوي، بس يلي فيه نزعه. أنا دايما بقول لبنان أجمل بلد، مع تحياتي لكل البلدان العربية. أهلينا وجدودنا يخبرونا سويسرا الشرق بإذن الله، راجعة سويسرا الشرق. بس شوي شدوا الهمة هالشعب، لأنه الشعب وصلوا السياسيين لهون، وهالسياسيين أكيد بضل في استثناء. لا بضل في استثناءات جميلة، اللي كلهم يعني كلهم لا، بضل في ناس منيحة بتفكر، ولكن 95% من هالوزراء والنواب حرامية، بيسرقوا من الشعب بيحطوا بجيبتهم بيرجعوا بيشتروهم $50 ليروحوا ينتخبوا. شو وين يا بابا، وين الانتخاب؟ $50 بتشتري الشعب؟ انا سمعت نائب ما رح اقول اسمه قال انا بشتري الراس. فشر، ما حدا بيشتري راس حدا، هن مش غنم لتشتري راسهم. ايه يلا يلا انطروا انطروا، جاي كتير حكي قوي. حبيبي قلبي ساركيس مراديان بيقول اذا اجمل تحيه من اريزونا فينيكس لكم، واجمل تحيه من لوس انجلوس كاليفورنيا لك كمان ساركيس. انا من كفر حمام جنوب لبنان، من القرى يلي عم تتعرض للقصف. سليم بفقرة شوية حكي رح أحكي عن بعض الفنانين، مسبقاً عم بقول شو الموضوع يلي عم بنطنطوا على المسرح، وكأن هن مش لبناني ومش معتبرين الجنوب اسم من لبنان. في صديقة عربية من بلد عربي قالت لي جنوب اسم من لبنان، تصوروا لأي درجة وصلنا. تحية للجنوب الصامت، تحية لكل أهل الجنوب، الله يكون بعونكم وإن شاء الله يا رب بإذن ربنا جنوب رح يرجع يعيش بسلام من بعد إذن ربنا رح يصير. من بعدك تغير حالي، صرت على قلبي غالي. سليم أي أغنية؟ نحن ما عنا ولا أغنية، يعني ما حدا بعت لنا من قبلك أي أغاني. جملا الفنانين بيبعتونا أغاني من خلال إيميل الإزاعة يلي بتقطع، لأنه إزاعتنا 24/7 إزاعة النجوم اللبنانية، مش فيسبوك، هي أونلاين راديو كمان 7 أيام و24 ساعة، 7 أيام بالجمعة من دون توقف بتقطع أغاني. نحكي بعد البرنامج لنعطيك إيميل الإزاعة وهيك تبعت لنا أغانيك لتقطع تكرم عينك. وإذا قادر هلا وحدة منهم تبعت لنا عبر الواتساب، الرقم هو +1 747 255 8764. ابعت لنا لو غنية وحدة لنقطعها خلال هالبرنامج. برجع بعيد، +1 جيب القلم بسرعة 7 4 7 2 5 5 8 7 6 4. ابعت لنا أغنية وحدة لنقطعها بسرعة تكرم عينك. من بعدك تغير حالي، صرت على قلبي. Hey there Johnny K, happy wedding anniversary. غادة عم بتتابعنا من سوريا وعم بتقول هيك نفسها شو حلوة، نفسيتها بتجنن فعلا. لبنان
أحلى بلد. You don't see the same thing I do. 5-6 with a real bad attitude. You don't see the same thing I do. 5-6 with a real bad attitude. And I know I... عندي قلوب حمرة وورود حمرة من حبيب قلبي وعمري وروح قلبي زوجي بيير أرابيان. Love you baby. Greetings from Louisiana to all we all Johnny K. Greetings from California up there. Hi Sonny. لكن بتمنى إذا ممكن سليم تبعتنا لو أغنية واحدة بالوقت الحاضر. نحنا بنرجع منشوف وين أغانيك موجودة أكيد. زائد 1-747-255-8764 واتساب تبعتنا الأغنية ودغري من قطعها. عم بتدلل عرفت؟ بتدلل بس على بيير أرابيان. قولي حبك بس لي لا تخليني بنار. يو 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 يو. أخبار اجتماعية وسياسية متفرقة بفقرة من عندن. أخبار اجتماعية وسياسية من عندهم. ليش هالفقرة اسمها من عندهم؟ لأنه بنقول الأخبار المكتوبة بمواقع الإلكترونية ومثل ما هي بنقلها لألكن ومنا تحت طائلة مسؤوليتي أبدا. اسمعوا هذا الخبر كتير ملفت عنوانه. هل تلغى حفلات لبنان هذا الصيف؟ فهمتوا؟ مع تصاعد الأنباء عن قرب أيام حرب لبنان، داول البعض إمكانية وقف أي نشاط فني، خصوصا وأن الرزنامة الفنية الخاصة بالمهرجانات والحفلات امتلأت قبل وقت، مثل مهرجانات أعياد بيروت المكان الأول للحفلات يلي رح تقام على واجهة بيروت البحرية وبكازينو لبنان وكذلك بفوروم دو بيروت. وعدد من المتعهدين قاموا بالتأمين على الفنانين يلي جايين على لبنان بحال صار أي طارئ، خصوصا وأنه الفنان عمرو دياب صار حضوره قريب، وكذلك الفنانة أصالة يلي راح تحيا أول مهرجان بشهر آب المقبل. أما تأجيل لهالحفلات راح يسبق الحفل بأيام قليلة وإعادة المال الخاص بالحجوزات لأصحابها. شو حلو ما تردوا يعني. أما بعد الفنانين صاروا عم بيشعروا بخطر أمام تصاعد موجة العنف جنوب لبنان، وبالتالي صاروا خايفين على مصير حفلاتهم وحتى حضورهم لبيروت. خايفين مصيرهم؟ خايفين على مصير حفلاتهم؟ سوري؟ مش خايفين على مصير جنوب لبنان مثلا أو على لبنان؟ يلا في حديث بفقرة شوية حكي. Next. الملك تشارلز يعين ديفيد بيغهام سفيرا لمؤسسته الخيرية. ياي منيح. عين العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث لاعب كرة القدم الدولي السابق ديفيد بيغهام سفيرا لمؤسسته الخيرية كينغز فاونديشن لتلميع صورتها بعد شائعات عن تلقيها أموال مقابل منح الأوسمة. كله ممكن شو بس بلبنان بيصير. وذكر مصدر لصحيفة الميرور البريطانية أنه قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيغهام سمع من الملك لبعض النصايح عن تربية النحل الهواية المشتركة بيناتهم. شو هالتقل.
عبر بيكهام لصحيفة الميرر عن فرحته بالمنصب الجديد وتأمل أنه يساهم برفع مستوى الوعي بعمل المؤسسة الخيرية كينغز فاونديشن بدعم البرامج التعليمية بالمؤسسة لضمان حصول الشباب على فرصة أكبر للوصول للطبيعة. شفتوا لوين عم بيشتغلوا الأجانب؟ ورح ينضم ديفيد بيكهام لعدد من سفر المؤسسة من المشاهير مثل الإعلامي جاي بليت وآلان تيتشمارج وسارة بيني. أخبار قلنا من عندهم هيك وهيك. خبر ولا ممكن أنا شخصيا أسكت عليه، خاصة وقت بدق الموضوع بالولاد يتسكر لازم أحكي. مأساة في بلدة لبنانية، نسي ابنته في السيارة، وإليكم ما حصل. توفت طفلة من مواليد 2022 عمرها سنة ونص، لكن توفت طفلة من مواليد عام 2022 مبارح الأربعاء، وذلك بسبب إصابتها بحروق بجميع أنحاء جسمها من بعد ما نساها والدها داخل السيارة ببعلبك. وبالتفاصيل والد الطفلة هيك مكتوب ألف حي، ليش ألف حي؟ ليه ما بتقولوا شو اسمه؟ ليه ما بتجرسوا؟ ليه ما بطلعوا علنا اسمه؟ ليه ألف حي بي ري سين جي شو هاي؟ anyway هيك مكتوب الخبر. وبالتفاصيل والد الطفلة ألف حي كان بصدد إحضار بنته لوالدتها غين بي لتشوفها كونها هي طليقة هالشخص قليل المسؤولية، وخلال توجهه لمنزل طليقته وقف سيارته على جنب الطريق بسبب انقطاع من الوقود. ولا ما تكتبوا لي اذا ممكن على وقت كون على الهواء ما بقدر اقرا، لكن وخلال توجهه لمنزل طليقته وقف سيارته على جنب الطريق بسبب انقطاع من الوقود، واضطر يسكر شبابيك السياره ويقفلها كرمال قال شو يروح على محطه محروقات ليجيب وقود ليجيب بنزين. You think it's logic؟ ايه هيدا يلي صار. وبحسب المعلومات البي غاب لساعات ونسي بنته داخل السيارة قبل ما يرجع ويلاقيها غايبة عن الوعي، وأشعة الشمس القوية والقاسية سببت لها بحروق بجميع أنحاء جسمها. يا روحي يا تسلميلي. وعلى الفور تم نقل الطفل لمستشفى دار الحكمة الحكومي ليتبين انه فارقت الحياة. وطبعا حضرت الاجهزة الامنية والطبيب الشرعي وباشرت باتخاذ الاشراءات اللازمة، ولكن هرب والد الطفلة لجهة مجهولة بعد علمه انه بنته توفت. وحاليا عم تشتغل الاجهزة الامنية على تعقب الوالد وتحديد مكانه تمهيدا لتوقيفه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، لأنه تبين أنه هو من أصحاب السوابق بتعاطي المخدرات. إن شاء الله محل ما رايح ما توصل. بعد هالخبر الحزين بدي أخذ بريك لأنه ما بقى قادر أكمل، وخاصة بس قريت الخبر هزني جداً. قال نسي بنته بالسيارة، أنت حيوان لشو بتولد؟ لشو بتجيب ولد إذا مش قادر تهتم بولادك؟ حيوان واطي. جميل، خلينا نسمع أغنية لأرجع كمل. من أول مرة شفتك يا حبي مثل الغزال عم تمشي بدار
سليم كتبنا لك رقم الواتساب الإذاعة من خلال هالكومنت فيك دغري تبعت الأغنية. من راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية لايف. جميل بيقول لك انه الاغنيه صارت موجوده وحضرها بعد شوي رح نسمعها. تكرم عينك سليم على الدين، اهلا وسهلا فيك باي وقت، لكن رح نشوف شو هي اغنيتك كلها، رح يتجهز ليست وكل اغانيك رح تقطع عبر اذاعتنا راديو ستارز اذاعه النجوم اللبنانيه من لوس انجلوس كاليفورنيا 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع من دون توقف. فيكم كمان تزوروا موقع الاذاعه radiostars.com، بس ستارز مع حرف الزي مش بالاس. حبينا نعمل شيء حلو وجديد، كل العالم تكتب ستارز بالاس، احنا حبينا ناسس هالاذاعه ونسجلها تحت اسم راديو ستارز اذاعه النجوم اللبنانيه، ستارز بالحرف الزي مثل ما عم تشوف اللوجو. أخبار اجتماعية وسياسية متفرقة بفقرة من عندن. بعدنا بذات الفقرة وهي أخبار اجتماعية وسياسية، يعني هي الأخبار بتكون من هون وهون، مش ضروري تكون اجتماعية، من عندن في أخبار في سياسية كمان. اسمعوا قال شو هالعنوان، خلقت أهلي كانوا بيقروا لي هالعنوان وبعد هلا أنا عم بقرأ
الكهرباء في لبنان مهددة، العتمة الشاملة. أي وقت خلقت سمعت لهالجملة. قطعت عدة أشهر على موعد تسديد 132 مليون دولار من حق الفيول العراقي يلي بتستهلكه المعامل الحرارية لمؤسسة كهرباء لبنان، إلا أنه مصرف لبنان عم بيرفض تحويل المبلغ المطلوب لحساب المركز العراقي ببيروت. ليه؟ عراقيين ساعدوكن أو لا؟ وليه عم ترفضوا؟ نسيت عم تسرقوه؟ مشبعته. يعني عملياً عم بيرفض مصرف لبنان تنفيذ 3 قرارات حكومية متصلة بتسديد قيمة شحنات الفيول. يعني هالشي واضح انه راجع العتمة قريباً، لانه شركة تسويق النفط العراقي سومو ابلغت لبنان انه رح توقف تحميل الشحنات. يعني على ابواب الصيف والموسم السياحي العتمة راجعة بلبنان. اجل العتمة صارت قريبة. Next. الحريري إلى الحياة السياسية من جديد. كتير عم بضحك اليوم. أشارت مصادر صحفية إلى أنه الرئيس سعد الحريري تلقى من كم يوم اتصال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليطمن عن صحته عقب عملية الجراحية الناجحة اللي أجريها الرئيس الحريري بباريس. وإجا هالاتصال من بعد فترة طويلة بدأت مع الاستقالة الشهيرة يلي أعلنها الحريري من الرياض عام 2017. بعدين استمرت مع إعلان الحريري تعليق نشاطه السياسي بلبنان. مقوسة، فهمتوها؟ علاقة سرية بين القوات والطيار. بالرغم من التباعد الكبير والواضح بالسياسي بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، إلا أنه علاقة نائبي القوات والتيار بالكورة فادي كرم وجورج عطلة أكثر من جيدة، ونشافوا مع بعضهم بالكثير من النشاطات، عم بيتبادلوا الأحاديث وقاعدين حد بعض ومنسجمين بالحديث، وهالشي نموذج حلو عن التعاون رغم الاختلاف السياسي. جيتوا على كلامي، قلت من حوالي 3 جماع بيقبروا بعضهم على التلفزيون والأحزاب ضد بعضها ما بعرف شو، بعدين عشوات وغدوات ومناسبات بيطلع كله عراس الشعب اللبناني معطر، بس انتو يا لبنانيين وصلتوهم لهون. وجه تحية لراعي البرنامج بيانيل جولري يلي له 31 حلقة بيهتم ببرنامجنا، هو راعي السبونسر البرنامج. شكرا بيانيل جولري بداونتاون لوس أنجلوس. بعد شوي رح نسمع طبعا أعلانه. تحية للفنان سليم علاء الدين يلي بعت لنا أغنية كتير حلوة بصوته طبعا، وكمان قال انه هيدي دويتو. خلينا نسمع شو هي الاغنية لنرجع نعطيكم تفاصيل، يمكن مرت الجاي منتصل فيه بيطلع معنا على الهوى نحكي عنه وعن فنه. برگی سوی تیجا کم تر زن شانه
چون در شین و شکنش دارد دل من کاشانه، چون در شین و شکنش دارد دل من کاشانه. بنت الشلبیه عیون لوزیه، حبك من قلبي يا قلبي انت عيناي، حبك من قلبي يا قلبي انت عيناي. بنت الشلبية كتب سليم هيدي الأغنية دو بيني وبين مغني إيراني اسمه فرزات ميلاني. عم بقول أنا ما فهمت اللغة، لكن عم نسمع دويتو بنت الشلبية صوت الفنان اللبناني سليم علاء الدين والمغني إيراني اسمه فرزات ميلاني. كسر الخواطر يا لا لا لا، حبيت أن نرجع نسمع عن جديد. كتير حلوة أكيد سمعنا بصوت مثل ما قلنا، نرجع نقول اسم الفنان إيراني، هو كتب مغني إيراني فرزاد ميلاني وبصوت سليم علاء الدين. بس بدي أقرأ شوية تعليقات كرمالك عم نرجع نسمع. سليم كتب شكرا كتير لك على موقفك يلي بيشرف بالوقت يلي كتير إعلاميين وفنانين سقطوا قدام إنسانيتهم. الإنسانية سليم تخلق داخل الإنسان، هن حبوا يكونوا إعلاميين بالاسم لأنه كل واحد قاعد ورا الميكروفون صار بده يتسمى إعلامي من دون خبرة من دون ثقافة، اللي نحن تعبنا سنين سنين طويلة عم نحكي ب25 سنة لنتعلم، ولغاية اليوم بعدني بتعلم. إنسانيتي خلقت جواتي قبل ما أنا أكون إعلامية، قبل ما أكون صحفية بلبنان.
وجبت إنسانيتي من لبنان على أمريكا لأنه هيدي الرسالة لازم كملها. ما في لزوم تشكرني لأنه هيدا واجب ولا شكر على واجب. أهلا وسهلا فيك. من يوم راح رح تسمعوا كل أغاني سليم علاء الدين عبر إذاعة النجوم اللبنانية ببرنامجي وبغير برنامجي. طالما الإذاعة 24 ساعة بنهار وسبعة أيام بالأسبوع، يعني أي وقت كان تنسمع الأغنية. عملتوه شير للبرنامج؟ عملوه شير؟ كسر الخواطر يا صح سليم يا عيب الشوم على الخبر يلي قريته، معك حق. كسر الخواطر يا والفي بان عليا. لا بالاخر وصلت بس الاسيرة بينا مخوني دلعين وانسرار النار. نخلف؟ يا ما في اهل لا يستحقون ان يكونوا اهلا. بتلوح والقلب مجموع. صح أنا قلت بدي أقرأ تعليقاتكم عن سؤال يلي طرحته، يعني بس هيك لا يخلفوا بخلفوا وبالآخر بيقولوا لك والغلط. شو غلط؟ شو غلط في مسؤولية؟ بنت الشلبية عيونها لو في سيلفا دي راتسيون بتقول حيوان ما بيعمل هيك. انت عيناي حبك من قلبي يا قلبي انت عيناي. Dear Stacy, is it possible to hear any song of Sammy Clark؟ صح طلبتي يمكن الأسبوع الماضي، حضر شي جميل. شو زني هذا مشوار؟ كنت لازم تذكرينا بأول البرنامج يا نافارت. شو زني هذا مشوار؟ يا ميت هلا بسليم. أنا بالأساس مش مغني، بمثل ممثل مسرحي وشاعر، عندي كتابين ولكن درست الغناء الشرقي. هيك بيكون الفنان المثقف. أنت مثقف جدا وجدا، تحية لك ولفنك الراقي يلي بتقدمه. بنت الشلبية طبعا شغلك عجبنا لأنه عم بتغني مع أصول الغنى الصحيح. أنا كمان مش مغني ولكن درست سولفيج 3 سنين بلبنان لأنه كنت برتل بالكورال، فمفروض أعرف كيف غني. لا شكر على واجب مثل ما قلنا، ما في وزير كهرباء قطع من 90 لليوم إلا ووعدنا بالأربع 24 ساعة. ما هن الناس يفكروا 26 في ساعة بنهار، هي عطيكم ساعتين والأربع 24 أكلون. سيتا شاهينيان وأنا بهديك هالوردة عزيزتي. تحت الله ناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر. سركيس بيقول هالأغنية للفنان إلهام المدفعي عراقي الأصل. شكرا. ولكن سليم صحح وقال هالأغنية يلي هي صحيحة هالمعلومة، أصل الأغنية للأخوين الرحباني والسيدة فيروز قبل الفنان العراقي إلهام المدفعي. صحيحة هالمعلومة. شكرا سركيس وشكرا سليم. حبك من قلبي قلبي وتغنت بحوالي 7 لغات. صحيح حبك من قلبي قلبي. طبعا حبيت الأغنية. أنا الحلو بقول عنه حلو، أنا معروف عني صحيحة ودغري، ما بجامل لجامل. إذا الشغل ما عجبني بدي أقول إيش الحال. ويحميك أيضا رفيق فاروجان. ما عم تكتب لنا شيء. هاي ستيسي بتقول ليزا يعطيكي ألف عافية. أنت كمان محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولفي مان عليا. كسر الخواطر يا ولفي مان عليا. دارها الغيمومية بس الأسيرة بينا مخوني دلعين وانسرار النار. بينا مخوني دلعين وانسرار النار. بتكون بتلوح والقلب مجروح ايام عالفال بتعن وتروح. ايام عالفال بتعن وتروح.
شو في ما في برعاية بيامال جولري. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. الفقرة الاقتصادية مع أسعار الذهب، الفضة، البلاتينوم والبلاديوم. ختام هالفقرة في غنية، ومن بعدها رح نسمع أغنية سامي كلارك تكرم عينك نبارد، ولكن بنتقل إلى الفقرة الاقتصادية، أسعار الذهب سيلفر بلاتينوم وبلاديوم، ودايما بعطيكم سعر الأونصة. بلش رجع الذهب يحلق وترتفع الأسعار كلها. سعر الذهب بهاللحظة، وشكرا لبيانيل جولري اللي بيساعدنا لنشوف ونحصل على الأسعار مباشرة من نيويورك بهاللحظة، سعر أونصة الذهب 2372.48 دولار، وطلع عن مبارح 16.18 دولار. قلتلكم رجع عم بحلق. أما السيلفر سعره بها اللحظة 31.24 دولار، وطلع عن مبارح $1.23. يطلع الدولار بتطلع معه الأسعار البقوي. بلاتينوم عن مبارح طلع $16.37، وحاليا $1,007.87. البلاديوم سعره بهاللحظة 933.82 دولار، طلع عن مبارح $2.32. لحظة رجع لعب الذهب بهاللحظة 2372.73 دولار، بس بعتنا ب 72. هيدي هي فقرة الاقتصادية. خلينا نسمع أغنية كتير حلوة بصوت سونا سيليكتيان. كان عنا تحون، من بعدها بكمل مع نشرة جوية والفقرة القوية، شوية حكي بس في موضوعين كتير مهمين. من دون ما أرحم بدي أحكي. هوبا، كل التوفيق لك سونا. نحكي قريبا. نسمع أغنية سليم علاء الدين، أو بصوته كنا عم نسمع بنت الشلبية، قال هيدي الأغنية هدية إليك ولكل المستمعين من تحت القصف من بيتي بخلة مخيل بكفر حمام جنوب لبنان.
بالرغم من الخوف والرعب يلي عايشينه أهالي الجنوب، شوفوا قدي عندهم نفسية حلوة. الله يحميك يا جنوب لبنان. رسالة حب وصمود، لبنان صامد، جنوب صامد بإذن الله. بس بدك هن يفهموا إنه الشعب هو عم بيتأذى. ممكن تحية وفاء للفنان يلي غادرنا مبارح وهو من الزمن الجميل، الراحل منعم فريحة، وأغنيته عخدك حبة لولو، وأنتم أهل الوفاء. أكيد حدادا على روحه من بعد ما تخلص هالأغنية. دقيقة صمت طبعا. دقيقة صمت. ومننتقل للنشرة الجوية لتعرفوا كيف رح يكون الطقس ببيروت وبلوس أنجلوس. قبل النشرة الجوية، شكرا رفيق باروجان قال بعد الخبر المحزن يلي أثر علي بطل يكتب. للأسف في أخبار حلوة ببرنامجي، في أخبار حزينة، بس نحكي عن لبنان دايما في أخبار حزينة للأسف. وإذا في حيوانات مثل هالحيوان يلي ترك بنته بالسيارة، بلا ما نهين الحيوان لأنه الحيوان أوفى، أكيد رح تتأثر على نفسيتنا هالأخبار. فقرة ناطرينا إيه بعد هيدي دغري سليم. شكرا على كل الفرح والجمال. You made my day and my night. إن شاء الله دايما كل أيامك تبقى حلوة سليم. شو نفسيته حلوة؟ المهم نحن وانتو فهمانين. يلي ما بده يفهم 60 عمره، 60 سنة و70 يوم عمره ما يفهم، ما بدنا يفهم. ومننتقل للنشرة الجوية لتعرفوا كيف رح يكون الطقس ببيروت وبلوس أنجلوس. ليش منقول بيروت ولوس أنجلوس؟ لأنه إذاعة لبنانية وأنا من لبنان وفخورة بلبنانيتي. أصل أرمني بس ما ننسى، لأنه ما حدا بينكر أصله. لازم أحكي عن لبنان وتحديداً عاصمة لبنان طقس ببيروت، ونحكي عن لوس أنجلوس لأنه إذاعتنا موجودة بلوس أنجلوس كاليفورنيا. لكن كيف رح يكون الطقس ببيروت ليوم الجمعة السبت والأحد؟ أما بلوس أنجلوس خميس جمعة سبت، لأنه بعتنا ببداية نهار الخميس. شو ديمو دي؟ الأمريكا نحن بعتنا خميس وهن بيصاروا بلبنان جمعة، يعني ما صاروا جمعة، صاروا لا بعد عشية. لنهار الجمعة الطقس ببيروت رح يكون مشمس لقليل الغيوم، درجة الحرارة بتتراوح بين 25 و 32 درجة، الرياح بتكون غربية جنوبية غربية، بتتراوح سرعتها من 10 ل 15 كيلومتر بالساعة، وهيدا أشوى بنهار بين 3 أيام جمعة سبت أحد. لأن تنخفض نهار السبت درجتين. أيضا بيكون نهار السبت طقس ببيروت مشمس لقليل الغيوم، درجة الحرارة بتتراوح بين 24 ل 30 درجة، أما الرياح بتكون جنوبية غربية، بتتراوح سرعتها بين 10 ل 15 كيلومتر بالساعة. الأحد، الأحد إجمالا الناس بيحبوا يعملوا مشاريع، ولكن طقس ببيروت
قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجة الحرارة لتتراوح بين 23 و 28 درجة. أما الرياح بتكون جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 15 ل 30 كيلومتر بالساعة. في نسمة حلوة، على القليل في شي حلو. طقس بلوس أنجلوس لنهار الخميس مشمس وصافي كليا، درجات الحرارة بتتراوح بين 62 ل 83 درجة، بنحكي فارنهايت. أما الرياح بتكون جنوبية غربية بسرعة بتتراوح بين 2 ل 4 ميل بالساعة، شوب كتير وما في عنا نسمة باردة ولا نسمة هواء ولا شيء. هيدا أشوى بنهار كمان عنا. بحكي عن بيروت بسنتيغريد، بحكي عن أمريكا فارنهايت. بكرة نهار الجمعة مشمس وصافي كليا، درجات الحرارة بتتراوح بين 60 و 80 درجة فارنهايت. برجع بعيد، الرياح بتكون جنوبية جنوبية غربية بسرعة بتتراوح من 2 ل 7 ميل بالساعة. يلا على المشروع الحلو نهار السبت بلوس أنجلوس، طقس مشمس وصافي كليا، درجة الحرارة بتتراوح بين 58 و 79 فارنهايت. الرياح بتكون جنوبية غربية بسرعة بتتراوح بين 2 ل 7 ميل بالساعة فقط. مع هالفقرة ما قبل أخيرة بكون نقلت لكم كل الأخبار، إن كانت اقتصادية الفنية الاجتماعية السياسية النشرة الجوية. بعد باقي فقرة شوية حكي. دغري لميلو وسامي كلار بغنية آه على هالأيام، حبينا نخلي صوته لتسمعه. نفارت طلبتي أغنية لسامي كلارك، خلينا نستمتع فيها. الله يرحمه، وتحية لأولاده ولزوجته.
راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية 24 ساعة من دون توقف أغاني منوعة بكل اللهجات العربية. راديو ستارز. وصلنا للفقرة الأخيرة من البرنامج وهي شوية حكي مع كتير حكي واضح وصريح. وإليكم الفقرة الأخيرة. حلو عنوانها إيه؟ شوية حكي. بس ستيسي عندها دايما حكي كتير. رعي دايما للمرة المليون كوني إعلامية لبنانية ببدي رأيي بكل حرية في ديمقراطية freedom of speech. واحد بده يعطي رأيه يبدي عن رأيه. الغلط هو غلط لازم نقول عنه غلط، مش نغمط عيوننا ونقول لا هين شي صح وقطع. دايما خلال برنامجي بقرأ أخبار يلي بتأثر على نفسيتنا وبتخلينا ننسجم مع الموضوع سلبيا ونحكي عن الموضوع. في عدة اشياء اليوم سلبية وحزينة حكيت عنها. اولا، هالانسان بلا ضمير يلي حسب هيك الخبرية بتقول كان عم بياخد بنته لطليقته كرمال تشوفها، وفجأة هيك فضي البنزين من السيارة. ما انت يا واطي ما كنت عارف انه راي عم طليقتك كرمال تشوف بنتها؟ يعني مش مفروض تعبي بنزين بسيارتك وتخلي بنتك بقلب السيارة؟ قال شو رح يجيب بنزين ونسي بنته؟ اجوا لقيوها غيبة عن الوعي، مش عارفين انه توفت البنت بالشوب بالحرارة القوية، حرارة فوق 32 ببعلبك. كيف انت قادر؟ ما انت عندك سوابق معروفة. شو هي السوابق عندك ياها؟ الشم مثلا. اولا اذا ما عندك ضمير ومش قادر تتحمل هالمسؤولية اللي هي مسؤولية البي، لشو خلفت؟ اوعى تقولولي بالغلط، هيدا الشي ما بيقطع. انسان بلا ضمير بلا احساس ما فينا نشبه للحيوان، لانه الحيوان عنده احساس. الحيوان بس يخلف بيعبط ولاده بيخاف على ولاده، مش مثل هالانسان الواطي. انتو كمان اذا ما عندكن ذرة احساس ومش قادرين تتحملوا هالمسؤولية، ارجوكم ثم ارجوكم ما تخلفوا، ما تخلوا نسوينكم تحبل. ناس عم بتموت ليل نهار عم بيشتغلوا على الموضوع ليكون عندهم ولد واحد. انت يا واطي انت ومرتك خلفتوا هالولد، ما هي على رقبتك، يعني هي مسؤوليتك، وبزيادة على رقبتك انت تفوت على الحبس. الحبس ما رح يعلمك لانه انت اصلا ما عندك احساس. خليت البنت بقلب السيارة وقفلت الشبابيك خوفاً ما شقيت الشبابيك يجي حداً يخطف بنتك. يا ريت كانوا خطفوها، على القليل كانت عاشت. ارجع بقول ارجوكم اذا ما عندكم مسؤولية ما تخلفوا وتخلوا هالبنت عمرها سنة ونص بالسيارة تحت الشمس، احترق جسمها وما قدرت تتنفس لانه ما كان في اكسجين بالسيارة. غمضت عيونها، بتعرفوا ليش؟ لأنه كانت عارفة أنه رح تتعذب من ورا هالبي بلا إحساس وطليقته ما بعرف مين هي وشو هي يلي تركت بنتها مع بيا. صارت عند ربنا بمكان حلو كتير. الله يرحمك أنت يا ملاك. موضوع التاني بعنوان هل تلغى حفلات بلبنان؟ لحظة، شو هالعنوان قريته بموقع إلكتروني اللي هني كمان كصحفيين بدون يكتبوا أخبار يلي بتنحكى والأخبار يلي بتصير قالوا إيلو هون وهنيك من عندهم. بدها تلغى الحفلات؟
شفتوا الفنان والممثل، بس هو الفنان يعني شامل بيكون ممثل وبيغني. فنان سليم علاء الدين شو قال؟ تحت القصف بالجنوب محل ما هو عايش بكفر حمام، قال تحت القصف عم بيحيي الناس وعم بيحييني وعم بيحيي مستمعين إذاعتنا، إذاعة النجوم اللبنانية. يعني في قصف بالجنوب، أنتو يا فنانين، أولا قبل ما أنتقل للفنانين لحظة، أنتو متعهدين حفلات، ليش بتجيبوا ناس من برات لبنان؟ شو بهم لبنانيين؟ عملوا حفلات، صمدوا المصاري وتبرعوا، تبرعوا لأهالي جنوب وفلسطين. ما أهلينا بفلسطين هن إخواننا وإخواتنا بالإنسانية، تبرعوا بهالمصاري بدل ما تعبوا جيوبكم. أولا حق كبير على متعهد الحفلات بيجيب فنانين من بلاد عربية. ليش؟ ما عندك فنانين بلبنان كافي؟ أنا مش ضد يعملوا حفلات، عملوا حفلات لريع الحفل وين؟ لأهالي جنوب وأهالي فلسطين. بس إذا بدكم تعملوا حفلات كرمال تنطنطوا قال شو بيجي فنان معين من بلد وبينطنوا بدهم يتصوروا معه، هيديك باديجارد ما بيخلي حدا يتقرب. مينك أنت؟ مينك أنت؟ مثلي ومثلك مثل غيرك، إنسان عندك إحساس، بس أنت جاي تغني لأنه متعهد الحفلات جابك على لبنان. شكر ربك رحت على لبنان، لأنه لبنان سويسرا الشرق، وحسرهم بعينكم وشقتوا أم أبيتوا رح يبقى لبنان سويسرا الشرق. وبعدهم عم بيفكروا إذا رح تلتغي، رح يلغوا الحفلات، هل تلغى الحفلات في لبنان في الصيف؟ لازم تلغوا الحفلات إذا هيك عم بتفكروا، بس تعبوا جيوبكم تيجوا تنطنطوا وتعملوا حركات وما بعرف شو مثل القرود بتنطنطوا على المسرح كرمال أنتوا تعبوا جيوبكم تفلوا. أوكي بفهم هيدا شغلكم، بس شي مرة، شي مرة فنان عربي يجي على لبنان ويقول أنا بتنازل عن كل شي بيها الحفل ليروح ريعه لأهالي جنوب وأهالي فلسطين. بتحدى بتحدى مغني فنان واحد يقول هيك. شو؟ هل تلغى الحفلات؟ قال ايه الغوه حفلات هالصيف، بس تخلص الحرب بإذن الله وبترجع حياة الطبيعية عملوا بدكن ياه. بس عيب عن جد، فعلا 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 عيب تنطنطوا على المسرح بالوقت ذاته خيك بالإنسانية وإختك بالإنسانية عم بيموتوا. وين الإحساس؟ وين راح الإحساس؟ وين الإنسانية يا عالم؟ بطل فيه من سنة لسنة، عم تتغير الناس، عم تتغير نفسيتهم وأطباعهم. أنا علناً بقول بتحدى فنان عربي واحد، عم بتحديكن مباشرة تتنازلوا عن حقكن ليروح ريع الحفل لأهالي جنوب وفلسطين. إذا هيك يعيب الشوم عليكن إذا رح تعملوا حفلات بالصيف، يا عيب الشوم. ايه برجع بعيدة على امل توصل هيدي الرسالة، رسالتي الاولى والتانية يلي هي ما تخلفوا اذا انتو مش قد المسؤولية، اذا مش قادرين تربوا ولاد وانتو تحت تأثير الشم والى اخره. الرسالة التانية لمتعهدين الحفلات، قولوا حكومة على الفنان حتى لو ما بده يتنازل عن كامل حقه على القليل 50%. وبتحدى فنان عربي واحد رح يحيي حفل بلبنان ويقول بدي رايعه يروح لأهالي الجنوب وأهالي فلسطين. قلت رسالتي وعليت صوتي قد ما بقدر، صوت لبناني أصيل من إذاعة لبنانية أصيلة يلي بتوصل رسائلها بصوت عالي. وبهالفقرة
وصلت لنهاية برنامج شو في ما فيه. بعتذر إذا انفعلت كتير، بعتذر إذا حكيت بكل تعصيب، ولكن هالشغلتين يلي حكيتها ما بتقطع ما بتقطع. هيدي الموسيقى بتدل لنهاية برنامج شو في ما فيه ليوم الخميس 6 حزيران 2024. كل خميس ساعة 12 ظهر بتوقيت لوس أنجلوس، ساعة 10 المساء بتوقيت لبنان، بكون معكم مباشرة على الهواء لأقدم لكم برنامج شو في ما فيه يلي هو من إعدادي أيضا. أما لإخراج البرنامج والهندسة الإذاعية لزميلي جميل مدور، يعطيك العافية جميل. أنتو كمان يعطيكم العافية، بعرف عم شوف في كتير رسائل ما قريتها، من بعد ما أنهي البرنامج أكيد رح أقرأ كل الرسائل، ووقت يسمح لي الوقت أكيد رح رد عليكم. بتمنى لكم أوقات ممتعة دايما برفقة برنامج شوفي ما في وإذاعة النجوم اللبنانية. ما تنسوا روحوا على radiostars.com، اكبسوا على listen live now، تفتح صفحة جديدة، اكبسوا على كبسة play وبلشوا تسمعوا الأغاني الحلوة. شكرا لرسائلكم، لوفائكم، شكرا لتقديركم لإلي. لكم مني أصدق الأمنيات وتحيات وكل الصلوات للبنان الحبيب، تحديدا للجنوب الصامد. إلى اللقاء الخميس المقبل.